الأستاذ الكاتب أيضا نصر الخطيب من بيت جان، نلتقي معك هنا في أمسية لإصدار كتاب للشابة ديانا زيدان. بداية يعني رأيك في مثل هذه المبادرات، عم نشوف شابات وشباب في مقتبل العمر يصدرون الكتب. هي مبادرات رائعة، وأنا أشجع هذه المبادرات، أشد على أيادي كل من يكتب، وأرى في ذلك أن كل أمة تكرم أبناء المبدعين وأدباء وأدباء هي أمة تستحق الحياة، ولذلك هي مبادرات طيبة مباركة. أستاذ، يعني كنت معلم لغة عربية في المدرسة وعلمت ديانة، احكي لنا يعني أكثر عن ديانة. هل يعني أنت توقعت أن تصل في يوم من الأيام إلى أن تكتب كتاب؟ كان لي الشرف أنني درست ديانة في المرحلة الإعدادية في البداية، ومنذ كانت طالبة في الصف السابع لمست هذه الموهبة. كانت تكتب بشكل رائع، كنت دائما أقول لها تابعي استمري في الكتابة. بالنسبة لي كمدرس اليوم، أنا أرى أن هذا أجمل تتويج ممكن أن يحصل عليه مدرس من طالب يتوجه هذا التتويج. أشعر أن هذا هو تتويج شخصي لي، مثل ما هو تتويج شخصي للأديبة، ومثل ما هو تتويج شخصي أيضا للأهل وللمجتمع ككل. أستاذ نصر، سؤال أخير وديش أخرك، إلى أي مدى يعني أنت ترى بأن هناك مساحة للقراءة في هذا العصر الذي طغت عليه التكنولوجيا؟ للأسف أنا أرى أن القراءة شبه معدومة، وهذا مؤسف جدا، مؤلم. حتى في عام 2013 عندما تعلمت في جامعة حيفا اللقب الثاني، كان هناك إحصاء لليونسكو، معدل القراءة عند العرب في السنة 4 دقائق، وهذا مؤسف جدا، لأن القراءة فوائدها كثيرة لا مجال لتعديلها الآن، ولكن مجتمع لا يقرأ هو مجتمع شبه أمي. مع هذا المعطى الخطير، يعني قلت لك سؤال أخير، ولكن مع هذا المعطى الأخير أريد منك كلمة أو رسالة توجهها لأبناء المجتمع في هذا السياق. لا غنى عن الكتاب. صحيح أن التكنولوجيا مهمة جدا، صحيح أن أبناءنا يفهمون في التكنولوجيا أكثر مننا، صحيح أن التكنولوجيا أدت إلى تطوير، ولكن ما هو مؤسف أن التكنولوجيا صارت هدفا وليست وسيلة. وأنصح كل إنسان ألا يترك الكتاب وأن يتابع القراءة، لأن القراءة غذاء الروح. المحلي الحضور المحامي نزيد الروم.
تشغل ديانا منذ 3 أعوام منصب مديرة مركز الشبيبة لعورين في القرية، مركز فعال جدا، مركز يشترك به عدد كبير من الطلاب والطالبات، وقد قاموا ويقومون بعدة عمليات تطوعية في القرية. إخواني، يقال النفس كالطفل، إذا أرضعته شب على حب الرضاعة، وإذا أطمته فطمة. منذ ولادتها عودناها أنها إذا وقفت على قدميها سوف تحصل على مسافة صغيرة في هذا العالم، أما إذا وقفت على مبادئها فسوف تحصل على كل العالم. ديانا حصلت أو استلمت السنة الماضية في مجال شغلها، في مجال عملها، شهادة امتياز، وقبل أسبوعين تقريبا توجت بلقب مدرسة أو مربية السنة، وهذا بسبب طموحها دائما إلى الأفضل. كنت دائما أؤمن في جملة قال المدرب الصوفي المنفي فاليدورو في كتابه هندسة الداخل، وكمان رددها الدكتور نواف الشبلي: نحن كائنات روحية نمر بتجارب بشرية. لهيك كنت أفكر كثير، وين الروح بتروح؟ مش بس بعدكم، وإذا في حياة كاملة للإنسان، وين الروح قبل الولادة؟ وهل الروح متصلة بالدماغ ولا الروح ثانية والعقل مادي زائد؟ كانت أكثر أسئلة وجودية، رغم إنه كنت بعدني 15 سنة. هذيك الفترة كان الشك كبير عندي، واستقطيت معلومات وحقائق وأجوبة لتساؤلاتي كثير، ووعي مختلف عن الوعي الكفي اللي كبروني 5 سنين لقدام، فحسيت في نوع من الصدمات. بس إنت كثير مبسوطة، وإنت بشكر ربي على هاي الصدمات، لأنه لولا هاي اللحظات الصعبة ما كنتش كتبت هذا الرسالة، وما كانش يكون عندي هذا الإلهام. كان نطلع بدور الضحية ونرفع من استحقاقنا، ونعرف إنه ربنا تعالى أحيانا بيدينا التحديات هدفها تطهيرنا والقصدة والضحية الروحية. كثير أشخاص ممكن يعطونا جرعات من الأمل التحفيزي أو إيجابيات مفرطة وصفاته اللي هي نظرة إلهية، بس كمان كمان التربية المفرطة. سنتين أنا رجعتها للمرة الأولى قبل سنتين، وهي تخبرنا بأنها كتبتها قبل 7 سنوات، وكان بعدها مراجعات أخرى للأستاذ نصر الخطيب، وفقط اليوم هذه الكتاب، هذه الرواية تصدر في كتاب. رواية العمل على إنتاج أدبي واحد كامل متكامل كالرواية التي نحتفل بها اليوم، عمل شاق مضني وصعب، لكن الثمرة جميلة. رواية الحن الجنون تحت قصة فتاة بنت اسمها نال، وحيدة والديها، تعاني من اضطراب نفسي، اعتادت أن تلتقي مع جماعة من الأصدقاء غالبا يلتقون في المقاهي، يناقشون في كل لقاء قضية معينة أو فكرة تشغلهم. هناك في اللقاءات تتعرف على زميل يتحول لاحقا إلى حبيب، وتنتهي الرواية بمشهد مؤلم هو نفس المشهد الذي كانت قد افتتحت به. لم تكن قصة الحب على حلاوتها أحيانا ومرارتها في أحيان أخرى هي القضية الرئيسة في هذه الرواية، إنما جوهر الرواية لمن يقرأها اللقاءات التي كانت تدور في المقاهي غالبا بين جماعة الرفاق